فود، مستأنف أشغال اللجنة التنفيذية، وعلى ضوء مجموعة من الملاحظات وكذلك الاستفسارات. جالس الدول الأعضاء بالمنظمة التعاون الإسلامي لها بعض الأجهزة الفاعلة والتي تؤكد التدبير الديمقراطي لهذه المؤسسة، ومن بينها اللجنة التنفيذية، حيث اتفقنا منذ المؤتمر الأخير الذي انعقد به الرباط على توفير شروط للدورة الاستثنائية للجنة التنفيذية قصد التحضير للمؤتمر القادم الذي سيتم السنة المقبلة. لكن طبيعة هذا اللقاء مرتبط بضرورة تطوير منهجية العمل، حيث لاحظنا بأن تجربة المنظمات المتعددة الأطراف مثل الاتحاد البرلماني الدولي علينا أن نستخلص بعض الدروس لنقوي ونحسن كل ما له علاقة بتدبير وصيانة هذه المنظمة. من الصعب جدا أن نناقش كل قضايا المطروحة على مستوى العالم الإسلامي بدون تحضير وبدون أن يتم إنضاج عدة مواقف حتى نخلص إلى توجهات متوافق عليها. لذلك اتفقنا على تطوير منهجية العمل، ومنهجية العمل مهمة جدا لأنها تساعد على تفعيل كل اللجان المختصة في مجالات مختلفة. فنعتبر أن هذه الدورة للجنة التنفيذية لها طابع استثنائي، لأن العالم الإسلامي يمر من ظروف استثنائية كما أكدنا في عدة مناسبات. العالم الإسلامي ليس بخير، لذلك لابد من تطوير أساليب العمل ومنهجية العمل، وبدون شك ستكون هذه الخطوة التي بادرنا بها مساهمة في تطوير تحسين وتحديث آلية عمل المجالس دول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لأن هذا الاتحاد يعتبر ثاني اتحاد بعد أمم متحدة، فيها 57 دولة في العالم الإسلامي، وكنا في الماضي لا نجتمع إلا مرة في السنة، وتناقشنا مع سيد الحبيب واقترح أن نفعل أعمال اللجان، تكون اللجان مستقلة للعمل خلال السنة، وهناك 5 لجان دائمة، لجنة حول فلسطين، واللجنة حول السياسة والعلاقات الخارجية، ولجنة البيئة وشؤون المرأة، وكذلك الثقافة والحضارة وحوار الأديان وبرلمانات المسلمات. الآن ابتداء من هذه الجلسة سنفعل هذه اللجان، تعقد جلسات في دول مختلفة لتخرج بتوصيات يستفيد منها الاتحاد، وتستفيد منها أيضا برلمانات الدول الأعضاء لحث حكوماتهم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك المشاكل. وكذلك في هذه الجلسة أيضا لأول مرة اقترحنا إنشاء الندوات، 5 ندوات تعالج مشاكل مختلفة من العالم الإسلامي، مثلا ندوة حول الهجرة والتطرف والإرهاب، والندوة حول الوحدة والتضامن، والندوة حول حقوق الإنسان والمرأة، والندوة حول الوحدة والتضامن. هذه اللجان لأول مرة سوف ندعو خبراء الذين ليسوا برلمانيين في الاتحاد، يأتون ويعرضون علينا رؤاهم وتجاربهم حول هذه المسائل، ونوثقها كالتوصية في النهاية لتوزع على جميع البرلمانات العضو في الاتحاد، يحثون حكوماتهم لمعالجة هذه المسألة. إذن اليوم في الرباط كأن الاتحاد ينطلق انطلاقة جديدة، ونشكر سيد الحبيب والشعب المغربية وكذلك دولة المغرب بحكمة ورئاسة ومراعاة صاحب الجلالة نصره الله.
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.